في الفيديو ده هوريكم ازاي عملت اللوحة دي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع القضية الفلسطينية. بعد ما عملت الديزاين كان لازم اختار الخشب اللي انا هشتغل عليه. اخترت الخشب بتاعي من البلايوود 8 ملي للخلفية و 3 ملي للكتاب، وده علشان انا هشتغل يدوي. طبعت التصميم بتاعي 3 نسخ، نسختين هشتغل بيهم والنسخة التالتة احتياطي. بدأت هنا اخد الاطوال بتاعتي والابعاد بتاعت التصميم، الطول والعرض، واكتبهم علشان ما انساش. ولما باجي اقيس العرض هنا باخد ابعد نقطتين في التصميم بما ان التصميم مش متساوي. بعد كده رحت المنشار الصينية علشان اقصه على العرض المطلوب. اخدت بعد كده الخشب علشان اقصها على الطول المناسب باستخدام منشار الديسك. وهنا انا ايدي بعيدة تماما عن مسار المنشار، وده مهم جدا لسلامتكم اثناء الشغل. كده انا الخشبة بتاعتي جاهزة ان انا ابتدي اشتغل عليها. خدت الخشبة وابتديت اجهز السطح بتاعها. هبتدي صنفر السطح على صنفرة خشنة شوية، ممكن 100 او 120 من الناحيتين. بعد كده غيرت الصنفرة بتاعتي لصنفرة أنعم وابتديت أصنفر. اتأكدت ان السطح بتاعي تمام مفهوش اي مطبات او مشاكل، وبدأت انضف. بعد كده بدأت اصنفر يدوي باستخدام صنفرات أنعم. جبت تيب وبدأت ألزق السطح كله علشان أغطيه تماما علشان أبتدي ألزق التصميم بتاعي عليه. جبت التصميم بتاعي وبدأت أتأكد من مكانه على السطح اللي أنا هلزقه عليه، وبعد كده جبت الغيرة وبدأت أفردها على السطح. بحاول ان انا افردها كويس واغطي كل المساحة بتاعتي. بعد كده جبت التصميم وبدأت ان انا الزقه على المساحة بتاعتي بالظبط، واحاول ان انا افرغ الهواء على قد ما اقدر. الموضوع بيبقى صعب شوية، ولكن على قد ما نقدر نحاول نفرغ الهواء. سبت التصميم ينشف تماما، وبعد كده جبت منشار اركبت الكهرباء او الجيكسو وبدأت ان انا اقطع السطح. بمشي على التصميم بالراحة جدا وبهدوء. هنا انا كنت عايز الخلفية هي اللي يبقى لونها غامق، فجبت صبغة بني وبدأت ان انا اصبغ الخلفية واشيل الزيادات بتاعت الصبغة، وصبغتها من الناحيتين. هنا هبدأ اشتغل على الكتابة. عملت نفس الخطوات السابقة. بعد كده جبت الميني كرافت علشان اعمل الثقوب لريشة المنشار علشان التفريغ. انا هنا هستخدم المنشار اليدوي، فلازم يبقى الثقوب مظبوطة. هنا هبدأ عملية طويلة من النشر. Thank you.
واخيرا خلاص قربت اخلص. هنا انا بدأت اصنفر، بصنفر الاطراف كويس جدا واتأكد ان مفيش اي زيادات او رايش. هنا انا بشيل التيب واتأكد ان الحروف تمام مفيهاش اي مشكلة، واعمل شطف بسيط على الحروف. هنا انا كنت قاصص الشكل الخارجي للأرضية مع الكتابة علشان تكون فرمة اقدر استخدمها اثناء تثبيت الكلمات. هثبت الوش على الأرضية وابدأ امشي بالقلم الرصاص احدد عليه اماكن الحروف والكلمات بتاعتي. بعد كده هبدأ عملية التثبيت بالغرة، وهحاول اني اكون سريع علشان اقدر اكبسها وتقعد وقت شوية في الغرة. لازم انظف مكان الغرة كويس من اي زيادات. بكده نكون وصلنا لآخر مرحلة خلاص، وهي الفينش. أنا هنا بستخدم فينش زيت. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. المنتج تقدر تقتنيه من صفحة خشبة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وما تنساش تدعم القضية الفلسطينية.